الحكم العام نحكي على مقابلة البارح بين المنتخب التونسي ومنتخب نيجيريا والتعادل 1-1. بدينا بالتشكيلة، كنا نحكي على موضوع التشكيلة قبل هيك، قلت لي المنظر الكبير سامي يزمو يحسم اختياره، ما تشوفش انت الفريق بالنصف هو الجارديان الاول، وهذا اكده حتى المنظر الكبير في الجارديان. لا انا اشوف اي هي، انا تكلمت على هذا وقت شفت بن شريفية لعب مباراة كاملة ضد السودان، كان من المفروض انه يلعب بن شريفية اون ميتان، واذا كان معناتها متفاهم معاه انه يهبط معناتها فاروق بن مصطفى مباراة نيجيريا، لكن اضعف ليمان انه بن شريفية كان يهبط اون بريمير ميتان وكان دحمان يهبط دوزيام ميتان، هذا اللي كان المفروض فهمت. نعرفوا اللي معناتها فاروق بن مصطفى هو الحارس الاول. حابين بالله نتكلموا نحن على مساله لافونسونتر وما عندناش افونسونتر وكل، احنا بما ان معناتها الفريق الوطني هذايا منظمه خيريه، اللي ما يلعبش في جمعيته يعيطوا له، واللي باش يطرد واللي ما لقاش واحد وكل، يا خويا بما انها منظمه خيريه ونعاونوا في الناس ونعاونوا في الجوارات في الوقت الحالي، يا خويا نعيط للخنيسي، انا نعيط للخنيسي نحاول نجهزه بدنيا ذهنيا وكل، اون اتوندون كان يطلع واحد، لكن ثم ان افونسونتر كي سامبوز ويماركي بونتوات وكل، لكن الواه معناتها الواه هذاك فرض وهذاك سنه. انا اليوم عندي انا افونسونتر عمره 27 ولا 28 سنه اللي هو الخنيسي، اللي عنده الاكسبيريونس لا بروفي دي شوز قبل، بون عنده توا عامين ماهوش موجود برشا في الساحه وكل، نعيط له انا اللاعب هذاك، نتكلم معاه ناطرو توك عيط لمساكني، قلت كيفاش؟ لا هو قال لك مادام عيط مادام عيط شوف لمساكني من مارس ما يلعبش، مساكني من مارس ما يلعبش، والجمعيه نتاعو ما عادش حاجتها بيه، وبعثته معناتها نفاتو البلجيكي يعمل شي حاجه تاخذوش جمعيه، رجع من يوبن يا اخي نفي في بلجيكا، هي عنده من مارس نعم نفي بطوله بلجيكا، معناها بطوله بلجيكا بارابور معناتها دلال الواحد دلال نتاع قطر، وهو لو كلوب اللي فيه واحد وكل، دونك ستاندرد ليج ولا الاخرى ولا واليوم الي اكسكلو دو لا بروميير ايكيب ويترينا مع لي يو 23. الواه معناتها اللي يعمل الروبورتاج دو ماتش نتاع السودان والروبورتاج دو ماتش نتاع نيجيريا، كلمه ما يقولهاش على هذايا، ما هو ثم حقائق لازمنا نقولوها. دونك بالنسبه لي انا ومش تفديك، قلت بما ان تكلمنا قلنا انها منظمه خيريه اللي يلعب في فريق صغير واللي يلعب ثلاث اربع ماتشات في العام واللي ليكيب نتاعو معناتها حبت تخلص في النقطه نتاع المساكني. خلينا نسمع راي واش دي سيد، توافق سامي في النقطه نتاع المساكني؟ باغ اكزومبل حتى حكينا فيها بعد ماتش السودان، قلنا مثلا اوليفي جيرو كان ما يلعبش في تشيلسي مثلا، وكان اساسي في فرنسا، اساسي في فرنسا اللي بطلت العالم مثلا. شوف هو الماتش مش الجمعه الجايه، اللي كان جاي الماتش الجمعه الجايه نقول لك مساكني ما عندوش بلاصته جمله في ليكيب ناسيونال، لكن مازالوا عندنا ديزيشيونس معناها المفروض هذايا بعد شهر فهمتني، بعد شهر باش نلعبوا، دونك سي بوسيبل مساكني بالنسبه لي ستان جوار معناها ستون معناها فالور سور. سامحني بالنسبه لي الكل ستون فالور سور تصور نقول لك ما نعاون نقولوا على بن عمر، خليه سامي خليه يكمل بعد يكمل بعد نجيك سامي، حبيت نقول كلمه برك مساكني من مارس ما لعب حتى ماتش صحيح، تقول لي فالور شور، واذا كان من هوني للمباراه معناتها بعد شهر نتاع كاس افريقيا ما يلعبش في الجمعيه نتاعو، سي معناتها مشكله حقيقيه. فالور شور في مخ المدرب الوطني هذيك معناتها هو حر، لكن انه اللاعب هذايا مارس وافريل وماي وجوان وجويه اوت وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر تسعة شهور ما يلعبش معناتها حتى مباراه مع الفريق نتاعو وملوحينه في الاو 23، سامحني ما عادش فالور شور. سي واش حبيت تقول؟ لا مساكني وبن عمر بالنسبه لي انا مدرب قاعد يفكر فيهم في الشيما تكتيك نتاعهم. نقول لك بن عمر لعب مره الاولى شويه ماتش الاول دخل في الدوزيام ميتون، الماتش اللي فات لوجيكمون ما يدخلش بن عمر، لوجيكمون مثلا تعطي فرصه مثلا لاحمد خليل مثلا، لكن هو في البلان نتاعو بن عمر ستان جوار تيتولير في المستقبل القريب فهمني، لانه ما ينجمش يستغنى عليه فهمني. وبن محمد انا نقول لك راه وقت اللي باش يرجع بن عمر في فورما، ولو احنا تغدرنا شويه بن عمر باش يرجع في فورما، راه باش ياخذ بن عمر بلاصته وبلاصه بن محمد فرجاني كيف كيف، ومازال فرجاني كما قلت ظهري فما اسماء الملاعبين هذوكم متهنين عليها البوست كيما غالي الشعلان اللي كيرجع الفورما محمد علي بن رمضان كيف كيف سورتو هذا لو ديرني ماتش اميكال ف
فهمني، وابن محمد ما قدمش مردود جيد. دونك انا بالنسبه لي انا المكان هذا عمره ما قدم، يبقى بابي من عمرو فرجاني سيسي الاثنين، فهمني مساكني لوجيكمون ما كاروش لعب تيتولير، هذه انا معاك كاروش لعب نتاع ربع ساعه نص ساعه بدرو اكثر من يعمل عليه، خلي الملعبيه اللي يلعبوا الحاضرين الجاهزين هما اللي يلعبوا جور تيتولير، ومن بعد الاخر ذوقوا كل مره شويه كما لعب في الماتش الاولاني. ما هو المشكل هو اغلب الملاعبيه اذا كان قدم روزمون باهي وريته اللي هو ينجم يكون حاضر وبين ما اشراش. ما هو المشكل اللي اغلب الملاعبيه اللي في الكومبارتيمون هذاك اوفونسيف الكل ما همش جاهزين تقريبا. سعد بقير جاهز؟ لا مش كيف كي مش كيما مساكني صح، مش نفس موجود سعد بقير جلاسي مش موجود جلاسي مع الجروب النقطه نتاع جلاسي الناس جلاسي مير جوار في الشامبيون في تونس. الناس الكل تسالت على جلاسي تقريبا زوج مقابلات حتى دقيقه الياس جلاسي تقريبا من احسن لاعبين الموسم هذا، من احسن لاعبين اذا كان مش احسن لاعب في الشامبيون والكاس معناها اي معناها نقطه استفهام كبيره، المفروض لازم ياخذ وقت. اعطيني جواب مقنع واحد كيفاش تلعب المساكني، مانيش ضد المساكني راه بالعكس انا المساكني جرب انت قاعد تجرب كيفاش تلعب المساكني فهمني في الدوزيام ميتون في ماتش السودان وتلعبوا ماتش كامل في الماتش الثاني ضد نيجيريا وعندك لو براتيكمون لو ميور جوار ولا ميور دومي خلينا نقولوا فهمني من اللاعبين نتاع المستير عدت سيزون كبيره واحد وخذت كوب تونيزي وعملت فهمني شامبيون باهي برشا وتالق هو معناها تالق كبير وليد جلاسي المفروض ياخذ فرصه على الاقل ميتون اون ميتون وجات الفرصه راهو كان ينجم يلعب كان ينجم يدخل مكان المساكني فهمني لكن ما عطاش فرصته ما لقيتش حاولت بيني وبين نفسي باش نلقى جواب واحد مقنع بصراحة ما لقيتش كنت يمكن المدرب يعرف حاجات عن نجالوج جو سي با فهمني لكن الياس الجلاسي المفروض ياخذ فرصته بصراحة إذا كان يرجعوا في الشامبيون نتاعنا ما تعطيش فرصة ما لاشكون مش تعطي فرصة فهمني مش معقول معناها هذا حبيت تشوفوا وعلاش نعاود ندخل معلول أنا في معلول في الماتش هذا علاش ندخل بيه؟ ما عندي ماش فهمت شوف البنك أنت يا سي وجدي ما فماش كيما قال خاطر البنك فماش اسمع اسمع ما عندكش صحيح ماكش في كلوب ماناش في كلوب ايكيب ناسيونال انت كان عندك الوقت الكافي باش تختار الملاعبيه اللي تحب عليهم لهنا تنجم تكون القائمه غلطه من الاول ما نعرفش كي انت كي انت تلعب معلول قدام تسمعني علاش معلول تلعب جلاسي علاش فسروا لي علاش معلول ومش جلاسي ما جو كومبرون با معناها اريير معلول متسمي اريير دخلته دوميت كلوار قدام قدام الحدادي علاش؟ انت لعبته في بلاصته اريير جوست صحيح دخلت جلاسي قدام ولا دخلت سعد بقير ولا دخلت اي واحد يوسف تو احنا عجبته على يوسف سامحني سي سامي يوسف راهو اعطاه المنتخب وفالور سور وقدم اعطاه برشا المنتخب وفما عمر زاد وفما هو عمر مش كبير عمر 30 عام ماهوش كبير ماهوش كبير مش العمر مش العمر نحكي لك حتى عمر مش كيما زاد 20 كيما 30 مش كبير نعم بالنسبه لي انا ما نحكي لك فما جاهزيه فما ملاعبي حاضر فما ملاعبي كومبيتيتيف راهي كومبيتيسيون اقوى حاجه اليوم يوسف مش قاعد يكور ماهوش يوسف نتاع المغرب والجزائر وكل العوام اللي قبلها كوب دافريك 2012 وكوب دافريك 2014 ما تشوفش لازم نقفوا معاهم لاعبين لي كادر سيرتو كيما لا ما قلتلكش ناحيه هنا لا ما قلتلكش ناحيه خلينا نكمل السؤال وبعد نعطيك تجاوب ملاعبين كيما المساكني كيما خزري هو هذا ايش قال حتى منذ القبيل قل لازم نقفوا معاهم وحاجتنا بهم في المستقبل معناها حاجته بهم في المستقبل هو راه فاهم في المستقبل صعيب شويه انا جاي كوب دافريك وجاي كوب دي موند 2022 غمض عينيك تلقى سيوصلنا 2022 حتى مساكن ما يكونش في كوب دي موند الجاي كان في قمه جاهزيه اذا كان ما يلزموش اذا ما يلعبش واذا ما يكون نجمش يكون موجود مش لازم يكون موجود الخزري مازال نجم يكون موجود وفما ملاعبيه تستحق خير فما ملاعبيه حاجه راهيش الظلم في مثلاً في كل شيء فما ظلم مثلا ملاعبيه تستحق خير فما من هنا اللي نحكي لك الواحد ملاعبيه في الشامبيونار وانا ما ريتش بصراحة مش شامبيون بتاع تونس لا تو قلت لي ملاعبية تستحق خير اعطيني ممكن ملاعبية او الياس الجلاسي يعطيه فرصته شوف نحكي لك انا راهو نحكي لك الياس الجلاسي ما قلتلكش انا بنتر به في كوب دي موند كوب دافريك حطه جراند تيتيلير معناها فهمتش نحكي لك انت تو لوكازيون ماتش اميكال علاش ما تعطيش فرصة ملاعبية اخرين زاد شنو معناها انت تهين ملاعبي كي تدخل الجوش تحط دوميت كلوار وانا دوميت كلوار ما نلعبش تهيني معناها وانا متالق صحيت صحيت فهمت اسلام اليوم اختيارات زاد غالطه تحكي على تاكو ما عندنا حتى تاكو اختيار بول احنا اليوم جاب ربي جاي ماتش اميكال هو معناها ما جاتش حاجه كومبيتيسيون كبيره اليوم ماتش اميكال كي تعمل ليست على باز شنو تعملها على باز شنو تعملها انت ما هو عندك
لي زارير زوز منه وزوز منه ودوز اكسيو وجول، وعلى حسب الجول تحكي لي عليه انت، لازمك تو تثبت جول، لازمك تحط جارديان، انت تحط جارديان يلزم هذيك يقعد يخلص. لا في مخه هو عنده فاروق معناها في لا لا لا, 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 لا في مخه هو غلط على الاخر فاروق غلط غلط انا ما خليتش غلط لحظه بربي سيدي فاروق لعب لعب وغلط وغلط ولعب ولعب وغلط واليوم عندك دحمان متالق على الاخر اعطيه فرصه اعطيه فرصه وين نقول لك الجارديان هذاك مش حتى يلعب خاطر حتى فاروق متالق في السعوديه نقول لك انا وسام سلام انا فرصه اعطيته فرصه كبيره بالمصطفى وفما برشا غلط صاروا بالمصطفى إيه اليوم هو اليوم اليوم نتناقش معك بس اليوم متالق في السعوديه اليوم متالق في السعوديه فاروق عملوا احسن جارديان في السعوديه اللي فيها جارديانات كبار كما بوحي جارديان زير كما كان فيه علي الحبسي جارديان الهلال اللي كان يعرف في البريمير ليج فاروق بالمصطفى نحى بنالتي امبارح ما نساوي زاد اي نحى فين شكون عملها وشوف الخرجات اللي عملهم انت شوف البلاريتي ما تفرجنا فيه بلاريتي تطلع بيدك جول ياخذها الاخر براسه اتاكون ياخذ فيها براسه البيرنتي شكون عملها ما عملها بالمصطفى وشفت الخرج انت بتاع بالمصطفى كيفاش تاع بيلانتي نحاها ونونشالونس من 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 الاتاكون تاع نيجيريا شاتها معناها جاي حتى في يده كان جات معناها لاعب سريع يحط اليوم ما نحكيوش مانيش قلق في المصطفى نقلي معناها نقلي من قيمه بالمصطفى اما قلت لك اليوم عندك دحمان انا جارديان مش خاطر يلعب في السي اس اس ولا يلعب في اي جمعيه راهو جول عنده شخصيه كبيره وتشوفه في التيران كيفاش يديريجي في جمعيه كامله انت اليوم اذا تحب تحط ايكيب ناسيونال اول حاجه ولا اي فريق مش ايكيب ناسيونال الباز جول وديفونسارات ومن بعد تبدا تختار في الاتاكون كيما قال الكولون فيرتيبرال اما الباز يلزمك دو زاكسيو يلقاو الاوتوماتيزم مع بعضهم كيما مرياح وبراون تو يلعبوا مع بعضهم ودراجر ثبتوا ارير دروا وعلي معلول على الكوش دراجر قبل كشريده والله نشوف انا دراجر خط يلعب في نيفو كبير واقوى من كثير من كشريده فما تنافس لا لا فما تنافس لا لا كل واحد له رايه بالطبيعه لما نحكي لك دراجر كل واحد ورايه هو دراجر البارح من احسن ملاعبي انا دراجر كشريده حتى يطلع ويعاون ويسنطر وكل شيء وذكي ملاعب ذكي اما اليوم انا سيليكسيونير نختار دراج اليوم انا نختار جول ثبت جول مازال يخدم 10 سنين و15 سنه مازال صغير 20 21 سنه يخليه يشد اليوم هو وقتاش تحطهم جول انت ماتش ميكال جربت ضد السودان متفقين انه كان يستحق صحيح باهي ساده مستمعين 71 725 الف كلمونا عليه باش تعطينا رايكم في مقابله المنتخب البارح 71 725 الف سامي شنو حبيت تقول؟ لا اللي حبيت نقول احنا تكلمنا عليها المره الاخرى ذكر الحارس المره تكلمنا عليها يلزمنا نتكلم شوف ما تنجمش قبل ما تفكر في حارس مرمى ما تنجمش معناتها حارس مرمى تحط قدامه ديفونس سنترال كيما نتاع مباراه نيجيريا كيما مباراه لويح البارح الاخطاء المباراه الاولى الاخطاء قام بها معناتها 90% مرياح البارح سيتي براون سيتي معناتها سيتي على البون تولول وسيتي على البينالتي معناتها تصور البون تولول لا, لا, لا البون تولول يجي ان افون سنتر عاتي بظهره يعمل كنترول ويدور ويماركي انت كنت اكسيال وسام لا ما تصيرش انت كنت اكسيال ما كانش ينجم يكون معاه مثلا شكون في التغطيه براون ما كانش يكون وحده شوف اسلام مارتين شنو كان ينجم يكون هو اذيه معناها قوة نتاع اتاكون بدنيا وكل شيء لكن انت ما تخليش يدور انت وين ماشي ولا اتاكون مش يدور هذيك كاج وراي انا ما نخليهش يدور صحيح فما كوفرتير اما ان كونترا انت يا اسلام انت ان كونترا مع اتاكون ما تخليش حتى ما يدورش يدور بوم لاعب ياخذ مع لاعب كبار البر يدور اما هذيك حتى هو شد حتى هو لاعب كبير شوفوا ايناتشو لاعب كبير صحيح لاعب كبير لا 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 حبيت نقول لك القوة البدنية زادة راهو بالاريتي الكل خذاهم البارح اذا نحس نحكيه مازال نحكيه بالاريتي الكل خذاهم نيجيريا كل خذاتها كل دونجي نحاها براون على الخط نحاها دراجر اما البارح كي تاخذك هكا وتخليه يشدك هكا كليك ودار وحطها في الكاش لا وزاد دار وجدي سامحني قصيت عليك سامحني البونتو الثاني البونتو الثاني اونكور اون فوا ديلان براون معناتها بعيد 2 متر
بعيد جوج مترو مرياح اي مرياح ماهوش موجود الواي عمل الفوت هو الواي عمل الفوت لا لا الواي عمل الفوت بن مصطفى بن مصطفى عمل الفوت لانه غلطين مع بعضهم لا لا معناتها ما يخلصش الاسراس اي لا براون ولا مرياح اللي بعيد وتخرج الكره اللي تي اوبليجي شوف جوست في الحكايه شوف لانه ثم انا تكلمنا قلنا القائمة الأولية ما هيش متاع مدرب ولا على الأقل ما هيش متاع مدرب وطني وحده وقلنا أنه الفريق اللي قاعد يهبطوا اللاعبين ما هوش متاع المدرب وحده وما ثماش أسرار وتكلمنا في الحكاية هذه مش لازم نعود ونرجعوا لها باش نرجعوا معناتها الحارس المرمى أخلاقيات الكرة تقول أنه إذا كان من هوني لشهر فريق بن مصطفى إنا با دو كلوب لا ما يقعدش لا لا بشوي ما عندوش الحق ما عندوش الحق انه يلعب تيتولير في ليكيب ناسيونال تو سامبلومون لا على الهدف اللي تسجل يعني معناها ثم غلطه نتاع ملاعبي بصراحه سي با اون فوت معناها كوليكتيف سي اون فوت انا حبيت اسالك فنيا نجم تكنيك تكنيك انديفيديوال في الحاله هذه كما قال يكون معاه ملاعبي يعرف الكوفرتير زوز كونتر او الا هو يتحمس ويجي وحده ساريف ساريف دي سيتواسيون في الماتش اللي ما تلقاش كوفرتير بعيد عليك كوفرتير لازمش تمارك البونت لازمك انت تستعمل الفنيه المهارات الدفاعيه الفرديه نتاعك كيفاش اولا لازم تكون ان اكرون قدام الكاج ما لازمش يشوف وما يدورش ما يدورش ما يدورش يقولوا ديزيكيليبري شويه باش ما يخاطروش يستعمل معاك القوه الجسمانيه نتاعو في البونتو هذايا في البونتو هذايا لافون لافون سونتر لافون سونتر سي ان غوشي عمل شويه لا 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 بشويه بشويه عمل الكنترول باليسار ولا لا ماهوش باش يدور باليمين ماهوش باش يحط ساقه في اليمين باش يدور باليمين دونك باش يدور على اليسار نتاعو حط ساقك وقت اجيب شي شوت على الاقل ما تخليلوش الفضاء حاجه خاطر سامحني سام نرجع لك بعد وسامي ساج فلاش بورس مع وليد وبعد نرجعوا مازلنا مكملين في اخر نص ساعه نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اكسبريس اكسبريس اف ام تزيد في القيمه بورس. مرحبا بكم على إكسبرس اف ام ارتفاع المؤشر بورصة تونس في اقفال حصة نهار الاربعاء ارتفاع ب 0.12% للتونانديكس اللي طلع المستوى 6662 نقطة جملة العمليات وصلت ل 3.6 مليون دينار